نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو تحت عنوان تعويضات النوبة وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية، لاستعراض جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. كنا منتظرين اليوم ده بيعتبر تاريخ ميلاد بالنسبة لنا. التعويض ده جه بعد 50 سنة. أنا جاية ومش متوقعة إن أنا هلاقي مية قدام مني. موجودين على الطبيعة وعلى الواقع وبنستلم. إحنا بنعوض عن بناء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، وبناء وتعلية خزان أسوان ده تم من حوالي قرن وربع، من 123 سنة إلى أن جاء فخامة الرئيس في مؤتمر الشباب سنة 2017 في مدينة أسوان، ووجه بضرورة وضع حل جذري لمشكلة التعويضات لأبناء النوبة. مراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 6 أشهر على الأقصر. احنا احتفلنا في 20 يناير 2020 بوجود السيد رئيس الوزراء بتسليم أهالينا مجموعة من التعويضات، وإحنا حاليا استكملنا المرحلة الأخيرة. إحنا يمكن في أكتر من 3600 أسرة استفادت حتى الآن من هذه التعويضات. كنا منتظرين اليوم ده بيعتبر من يعني تاريخ ميلاد بالنسبة لنا. إحنا بقالنا بتاع 50 سنة منتظرين هذا اليوم. احنا لما جينا الواحد ما كانش متصور ان هنلاقي الكلام ده. جيت لقيت طاقه شمسيه وفي بعض الاماكن خضره. بحيي فخامه رئيس الجمهوريه الذي اوعد ثم اوفى بعهده، وفعلا ها هنا اليوم واحنا بنستلم اراضينا مره ثانيه. صدر قرار من دوله رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنه لحصر مستحق التعويض عن بناء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، وقامت اللجنة بحصر المستحقين للتعويض ووصل عددهم 11500 أسرة. وبعدها أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع قواعد وآليات التنفيذية لصرف التعويضات. فأنا عندي لو مستحق التعويض شخصيا هو اللي تقدم لصرف التعويض، أنا مش محتاج منه أكتر من بطاقته الشخصية. لو ورثه وتقدموا جميعا أنا مش محتاج منهم غير إثبات صلتهم بالمستحق التعويض. إجراءات هي كانت جات لنا إن احنا يكون عندنا المستند الأصلي، جبناه من المساحة. بعد 9 شهور على ما أعتقد استلمت في الموقع اللي أنا عايزه، واستلمت في مدينة طيبة بالأقصر. تقدمت في 2019 لما فتحوا باب التقديمات، بعد كده طلبوا مني علامات الوراثة اللي معايا في المستند، وآخر مرحلة كانت اللي هي أجيب من البنك رقم الحساب بتاعي. اللجنة رأت إن التعويض يبقى من جنس الضرر، فبالنسبة لمن فقد مسكن في بناء وتعلية خزان أسوان ده خرج وأقام مسكن على أرض مملوكة للدولة أو على أراضي طرح النهر، ففي الحالة دي أنا بملكه المسكن اللي أقامه على أراضي مملوكة للدولة، لكن المسكن اللي اتبنى على أرض طرح نهر أنا بديله بيه شهادة حق انتفاع لأنه لا يجوز تملكه. أما بالنسبة لمن تضرر من بناء السد العالي فده فقد مسكن أو فقد أرض زراعية، وفي الحالة دي أنا حطيت له كذا بديل. البديل الأول لو فقد مسكن أنا بديله شقة في مساكن أقيمت بمعرفة وزارة الإسكان ودي متاحة في 13 محافظة، أو بديله بديل لها مبلغ نقدي 225,000 جنيه. الحالة الثالثة لو هو طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في تنمية الصعيد. أما من فقد أرض زراعية فأنا بديله أرض بديلة في منطقتين، في منطقة خور قندي أو منطقة وادي الأمل، وبديله مقابل الفدان فدان. البديل الثاني ان انا بديله 25,000 جنيه على الفدان او 225,000 جنيه عن المسكن اللي فقده، وهو ده التعويض اللي انا بديله. الحاله الثالثه او الاختيار الثالث اذا هو طلب الاستفاده من خطه الدوله المستقبليه في تنميه الصعيد. التعويض اللي انا اخترته الارض الزراعيه، والاجراءات طبعا قدمنا مستند الملكيه مع الاوراق. طبعا دي ارض اجداد باعلانات وراثه وتفويض من الورثه وتوكيلات معينه. والصراحه سهلوا لنا، ورحت وقدمت الاوراق عن الورثه، اخترت تعويض ارض الصراحه. يا
عايز برضو أطمن أهالينا من النوبة إن اللي بيحصل على أرض أسوان إحنا بنستفيد منه كلنا، وسيادة الرئيس أمر بدخول مركز ومدينة نصر النوبة في المرحلة الأولى. 265 مشروع بيتم تنفيذهم في مركز نصر النوبة بتكلفة تجاوزت 3.1 مليار جنيه. يعني الحاجات المعمولة في مركز نصر النهاردة من مدارس ومن كله، يعني خدمات بصراحة ما كانتش موجودة في من قبل كده. النهاردة مشروعات ياما في مركز نصر النوبة مثلا، اللي هو تبع الحياة الكريمة، اللي هو من ضمن القرى والنجوع الناس اللي بتستفاد منه. برضو احنا كمركز نصر النوبة مستفادين دلوقتي الحمد لله. سيادة الرئيس بصل لنا غرب سيل جاف تتحها ايام السيول والكبار اللي تعمل الجديد، يعني احنا نتمنى ان اسوان تبقى احلى واحلى واحلى. احب اقول لابناء النوبة من اهلي اسوان ان الدولة جاد ده جدا في تعويضكم. اي حد تم حصره بمعرفه لجنه الحصر احنا مش هنسيبه الا لما يستلم تعويضه. يا الشمس نوري على الارض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين. اصفري انا، اصفري انا مش اي حد.